لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أقول لكم بعض الأخبار كده وبعض العناوين السريعة. الزمالك وصل تشاد بعد رحلة يعني ما كانتش طويلة بسبب الطائرة الخاصة. بروس معاه 18 لعيب وصلوا خلاص لتشاد: عماد السيد وعمر صلاح، بهاء مجدي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاص، حازم إمام، أحمد فتوح، عبد الله جمعة، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي، إبراهيم حسن، أحمد مدبولي، كهربا، عمر السعيد، ويكاسونجو. طبعا في غيابات للراحة زي مثلا جنش وطارق حامد، الجهاز الفني ريحهم. وفي بعض الغيابات إصابات، بيقول لك محمود عبد العزيز مصاب، الونش بيتأهل، أيمن حفني مصاب، دونجا بقى وحميد أحداد ومحمد عنتر، دي الأسباب الفنية. رئيس البعثة هو إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. في كده يعني بعض اللاعبين هيبقوا خارج حسابات نادي الزمالك في شهر يناير القادم. يعني جروس كده خمس لاعبين مش محتاجهم، هو كلم الفترة اللي فاتت وفي خمس لاعبين مش محتاجهم في الزمالك الفترة الجاية اللي جاية، منهم حميد أحداد. وحميد أحداد يعني خلاص قرر الرحيل بس بيدور على عرض في الفترة القادمة. أحمد مدبولي، دونجا لاعب الوسط، محمد حسن لاعب الوسط المدافع، وأيمن حفني. أيمن حفني الراجل مش عايزه، يعني كريستيان جروس مش محتاجه، ولكن طبعا رئيس نادي الزمالك رافض القصة دي، يعني يقول لك لا أيمن حفني ما ينفعش يمشي من النادي يعني. فدول خمس ست لعيبة كده جروس مش محتاجهم في شهر يناير القادم. في لعيب من غانا اسمه إيمانويل بواتينج، ده بيلعب في نادي ليفانتي الأسباني، عنده 22 سنة، معروض يعني أحد وكلاء اللاعبين اللي هو كابتن تامر النحاس وكيل اللاعبين، عارض إيمانويل بواتينج ده على نادي الزمالك، مهاجم غاني زي ما قلت لكم، عنده 22 سنة. بس هنشوف طبعا القصة ماشية ازاي، ان الصفقة صعبة، ان الصفقة غالية، نادي ليفانتي هياخد فلوس كتير، كمان الولد عايز 2 مليون يورو لنفسه، يعني عقده 2 مليون يورو، فطبعا رقم كبير جدا يعني. بس هو بيقول مهاجم جامد قوي. الزمالك بينهي اتفاقه مع محمد عبد الشافي للعودة الى نادي الزمالك، ولكن لو ما قدرش يجي في يناير يجي في الموسم القادم. هو محمد عبد الشافي طبعا لعيب كويس، بس الزمالك بقى محتاج يعني خلاص، يعني محمد عبد الشافي كبر في السن، ممكن يجي الزمالك يلعب سنة، سنة ونص، سنتين، ولكن الزمالك محتاج يطلع دم جديد في الحتة دي. هو دلوقتي عنده بهاء مجدي وعنده فتوح وعنده بيلعب عبد الله جمعة. بيقولوا ان السر في استبعاد زيزو عبد لاعب نادي الزمالك محمود عبد العزيز من السفر مع الزمالك لتشاد ان هو عنده خشونه في الركبه وما شاركش في التدريب. مش عارف يعني، ممكن، الله اعلم، ممكن. المسابقات، لجنه المسابقات هتجتمع يوم الاثنين القادم لتحديد موعد مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول لبطوله الدوري. لغايه دلوقتي هي المباراه الوحيده لما تحددتش الاهلي والزمالك. الاهلي بقى برضو وصل اثيوبيا، والاهلي في شهر يناير هيقيد جونيور اجاي. جونيور اجاي كان محطوط قائمه انتظار انه كان مصاب، وهيقيد يعني بشكل كبير احتمال يقيد عمرو جمال ورامي ربيعه، بس طبعا مستني يشوف رامي ربيعه هيخف ولا لا. وعمرو جمال برده ان في يعني ايه، مش هقول ازمه مهاجمين في الاهلي، ولكن يبقى عمرو برده موجود في القائمه بتاعه النادي الاهلي. جيرالدو خد المقدم، العقد بتاعه اللاعب الجديد في نادي الاهلي، 100,000 دولار مقدم التعاقد. الاهلي بيقترب في مرونه من اداره امبي لبيع حمدي فتحي في الفتره الحاليه. طبيب النادي الاهلي بيؤكد جاهزيه علي معلول لمواجهه جيما الاثيوبي. مير بيواصل تنفيذ البرنامج التاهيلي في الاهلي. النهارده الداخليه لعبت مباراه وديه مع حلوان استعدادا لمواجهه النادي الاهلي يوم 29 ان شاء الله. بكره مباراه المصري، النهارده اتعمل الاجتماع الفني لمباراه المصري وفريق ساليتاس بطل بوركينا. النادي المصري هيلعب بالتيشيرت الابيض والشورت الاخضر، و الفريق ساليتاس هيلعب بالزي البرتقاني في اخضر. هم عندهم كانوا لابسين برتقاني في برتقاني كده في ماتش المصري هنا في استاد بورسعيد. عمرو مرعي بيظهر لاول مره في تدريبات بيراميدز بعد التعاقد معاه. وسامعين برضو ان بيراميدز بيفاوض احمد حجازي لاعب ويست برامتش الانجليزي، لكن خلينا نشوف يعني ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه. لجنه الحكام الرئيسيه في اتحاد الكوره اختارت النهارده في مباراه المقاولين والاتحاد السكندري حكم احمد حمدي لاداره المباراه، ومعاه احمد توفيق طلب واحمد بكر اثنين مساعدين، احمد حسونه حكم رابع،
نادر قمر الدولة ومحمود وفا حكم اضافي. مستر اجيري سافر اسبانيا عشان يقضي بقى اعياد الكريسماس وبعدين يجي بعد اعياد الكريسماس يتابع ماتشات الدوري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كمان بيعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري الابطال افريقيا. القرعة هتكون يوم 28 ديسمبر الحالي ان شاء الله. يعني دي اخبار سريعة كده. انتوا عارفين النهاردة الدنيا هادية، مفيش غير مباراة واحدة في بطولة الدوري، وبكرة ان شاء الله يعني ماتشات الاسماعيلي وماتشات المصري في الكونفدرالية ودوري الابطال. النهاردة كمان في الدوري الانجليزي في مباراة مهمة الساعة 10 النهاردة، وولفرهامبتون هيلاعب ليفربول في ملعب وولفرهامبتون، وطبعا كلنا مستنين محمد صلاح هيعمل ايه النهاردة. وفريق ليفربول المتصدر بطولة الدوري، ليفربول الفترة اللي فاتت او الماتش اللي فات كان كسب مانشستر يونايتد 3-1، وليفربول في المركز الاول ب 45 نقطة وبيطاردوا مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 44 نقطة. وهداف الدوري لغاية دلوقتي في الدوري الانجليزي هو محمد صلاح 10 اهداف، وهو وبيير امريك اوباميانج لاعب الارسنال. فالنهاردة مباراة مهمة جدا جدا، يعني اولى اللقاءات النهاردة في الاسبوع ال 18 بالنسبة للدوري الانجليزي، وولفرهامبتون مع ليفربول الساعة 10 بالليل ان شاء الله. بكرة كمان في ماتشات في الدوري الانجليزي، الارسنال هيلعب مع بيرنلي، تشيلسي هيواجه ليستر سيتي، مانشستر سيتي هيواجه كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع فولهام، ويست هام يونايتد مع واتفورد، هيدرسفيلد تاون مع ساوثهامبتون، بورنموث مع برايتون، وكارديف سيتي هيواجه مانشستر يونايتد. وانتوا عارفين ان مانشستر يونايتد طبعا اقال جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي، وعين سوليسكاير، فاكرين سوليسكاير المهاجم النرويجي اللي كان بيلعب زمان في المان يونايتد، هو دلوقتي المدير الفني بشكل مؤقت في فريق مانشستر يونايتد. كمان بكرة هيكون نهائي كاس العالم للأندية الساعة 6:30، ريال مدريد بطل أوروبا اللي وصل النهائي بعد ما كسب فريق كاشيما أنتلرز الياباني وبطل آسيا 3-1. ريال مدريد بكرة هيواجه نادي العين الإماراتي اللي تألق في البطولة لغاية دلوقتي، وكسب 3 ماتشات، كسب فريق ولينغتون بطل الأوقيانوس وبطل نيوزيلندا وبضربات الترجيح، وبعدين كسب الترجي 3-0، وبعدين كسب فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل الليبرتادوريس أمريكا الجنوبية بضربات الترجيح أيضا. فالعين بكرة في مهمة صعبة جدا أمام ريال مدريد، الفريق الأسباني العملاق بطل أوروبا والخبرات الكبيرة جدا بقى، جاريس بيل وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس وسيرجيو راموس وكورتوا حارس المرمى وفاران وكارفاخال، يعني فرقة تقيلة جدا طبعا فريق ريال مدريد. ولكن العين أظهر أنه فريق عالمي بصراحة من خلال الفوز على بطل أمريكا الجنوبية، والفوز أيضا على بطل أفريقيا، والفوز على بطل أوقيانوس. يعني نادي العين عامل شغل جامد جدا. بكرة كمان جولة في دوري الأبطال، يعني في ماتشات كتير بكرة في دوري أبطال أفريقيا. في فريق النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري هيروح يلعب فريق فايبرز في أوغندا، وبلاتينيوم الزيمبابوي هيلاعب فريق أوثوديو بطل الكونغو، زيسكو يونايتد هيلاعب مازيمبي، سان داونز مع أهلي بنغازي، أفريكا ستارز النبيبي هيلاعب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لوبي ستارز النيجيري في مواجهة جورماهيا الكيني، والإسماعيلي إن شاء الله الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة هيواجه فريق كوتون سبورت الكاميروني في ياوندي في الكاميرون، والوداد البيضاوي بكرة هيروح السنغال عشان يلعب مع فريق جراف داكار السنغالي. بكرة كمان مباراة، يعني قلت لكم أنا كده مباراة الإسماعيلي 4:30، مباراة المصري بكرة الساعة 6 إن شاء الله، المصري الساعة 6 والإسماعيلي الساعة 4:30 بإذن الله. فنتمنى التوفيق لفرقنا المصرية. في الدوري الأسباني بكرة أتلتيكو مدريد هيواجه إسبانيول، في الدوري الإيطالي بكرة اليوفنتوس وروما ماتش جامد جدا الساعة 9:30 بكرة اللي هو السبت، وإنتر ميلان عنده كييفو فيرونا، والميلان عنده فيورنتينا، ونابولي هيلعب سيبال. دي الماتشات المهمة بكرة في الدوري الإيطالي، تعرفين بقى الأسبوع ده، وبعدين الدوريات هتقف شوية في أوروبا عشان الكريسماس. كمان في الدوري الألماني بكرة بايرن ميونخ رايحين ضيوف على إنتراخت فرانكفورت، ده بالنسبة للدوري الألماني. يعني بكرة تعرفين دايما سبت وحد الماتشات كلها في أوروبا بتتلعب، لقاءات قوية جدا طبعا. نسكو يونايتد هيلاعب مازيمبي، سان داونز مع أهلي بنغازي، أفريكا ستارز النبيبي هيلاعب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لوبي ستارز النيجيري في مواجهة جورماهيا الكيني، والإسماعيلي إن شاء الله الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة هيواجه فريق كوتون سبورت الكاميروني في ياوندي في الكاميرون، والوداد البيضاوي بكرة هيروح السنغال عشان يلعب مع فريق جراف داكار السنغالي.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.